حلول هشة ومساعدات سريعة التلف، صعوبات يحملها الشتاء للنازحين القاطنين في المخيمات، زاد عليها خطر انتشار فيروس كورونا في التجمعات السكانية المزدحمة. إصلاح الخيام المهترئة وتدعيمها، تجميع الحطب وصناعة ما يمكن حرقه داخل المدافئ خلال أيام البرد القارس. مظاهر تشغل الناس في المخيمات هذه الأيام تحضيراً لشتاء بات على الأبواب. بنروح بنحط من هالجبل ونجيب ومن جوا النعجات ومن جوا هالني نلقط ونحط ونجيب من شان الشتوية، نحط قدامنا على الشتوية. أكثر العائلات يعني عنده مثلاً غنم، حاوي غنم، بشيل الكرس من تحت الغنم بيسوي كرس، وهذا الكرس مواد بيجبلوها مع مي مع زبل عزك الله تبع الغنم، وبنشفوا اخر شيء بيصير مثل الكرس هذا بيحرقوه بالشتاء. والله يا اخي ايش بدنا نجهز يعني، ها شفت عينك هذا التجهيز، يعني كرس وحطب وجل من التشول، والله هذا التجهيزات، يعني تجهيزات فاضيه، وترجى من الله تكون الشتويه خفيفه على النازحين. حطب هذا الزبل هذا الله يعزك، هذا حطب هالنعجة جو ولا لا نحطبه من الشول ومن الجبال ونروح، هذا ندفع عليه شنو أكثر من هيك. مثلا ما عنده غنم يسوي كرس بيطلع على الجبل، بيطلع أولاده على الجبل بيلموا من مكب زبالي، هذا مكب زبالي قريب هون على المخيمات، تطلع العالم بتلم هالكياس من مكب زبالي، هل حطب الباقي ضمن هالصخور بالجبل فوق، واللي عنده غنم بيسوي كرس وبيجهز حاله. بس كل واحد يرتكي. لا والله ما جهزنا، والله شوية جل شوية جش من الجبل لقطنا، والله صعبة علينا الشتوية، والله خايفين منها، عملة أول ما مضناها إلا يا ويله، والله ما أقول لك تاري صابوا عنا بالعودان بنحط فيها من الجيش من البعار من الكريس بنحط بيها، والله هذا المعام بنحط بيها. وسائل التدفئة يعني عام الأول 80% و 90% هالناس على الكرس هذا، والله الشهيد يعني 80% من هالكرس هذا، هذا الكرس وحطب، نقول كرس حطب، إذا بدي أشغل كل يوم 10 كيلوات حطب بدها حلم الله، إذا خايف حاسب حساب من هالأغلى الشتوية. $100